تحذير هام. لو حضرتك مؤمن البرنامج ده ممكن يكفرك. لو حضرتك صايم البرنامج ده ممكن يفطرك. ولو ما بتحبش التفكير البرنامج ده أكيد حيفكرك. الزعل ممنوع واللي بيزعل يقوم وتعويرة في الوش ما فيهاش معلش. رمضان كريم. آية وتعليق. حامد، احنا خلينا المرة اللي فاتت عند الوليد بن المغيرة وقصة التهديد. قول لي شوية عن الموضوع ده. هو كان في كذا واحد في مكة كده محمد حاطط نقره من نقره، أغنية عندهم أولاد يعني وعندهم عزوة وناس بتسمع له، يعني كل الحاجات اللي ما عندوش هو. كل هو محروم منه. فهو كان بيصطادهم واحد ورا واحد ويجي يديهم بقى كده، يا رب وري له شوت، رب الودة الودة شتمني، الودة مش عارف بأكل سندوتشاتي. هو يروح جاي ربنا قاعد، ما هو مش فاضي، ما هو ربنا يعني ساب الدنيا كلها، أهمل البشرية كلها ومركز في مكة بس. الإردن وحارس دول عمال يشوف مين اللي عمل مين ومرات مين ضايقت مين ومش عارف ايه، وينزل يردح له. فالوليد بن المغيرة من الناس اللي هو يعني شتمه جامد، يعني شتمه بوجع. أنا عايز أرجع للآية اللي سبناها عشان نعلق عليها. ما هي قصتها الآية دي إيه بقى؟ كل عمله الوليد بن المغيرة هو اللي قال عن الكلمتين اللي نزلوا من القرآن لحد دلوقتي، قال عليهم أساطير الأولين. هو دي حاجة من الحاجات اللي محمد ما كانش يطيقها خالص. أي حد يشكك في القرآن أو يقول إنه أساطير الأولين كان لازم يسلخه. وده مذكور لو رجعنا للآية اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، سورة القلم. بيقول له ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أو نازل فيه مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. خدها واحدة واحدة كده. أول حاجة فيها إنه إيه؟ حلاف مهيم. حلاف بيحلف. طب ما ربنا بيحلف. ربنا طول الوقت عمال هو مش لازم يحلف. ربنا عمال طول الليل بالليل والقمر والنجوم ومش عارف ايه والتين والزيتون وسوق الخضر كل ما حدش بيقول له حاجه بتحلف ليه. مهيم يعني محتقر. محتقر. وهماز يعني الخباص اللي هي بالغيبه يعني يغتاب ويخبص. بيقول الخباص باللغه العربيه المصريه. ومشان بنميم اللي هو بيمشي برضه اللي هو الخباص اللي بيشتم، يقول لك الواد ده مش عارف ايه، بيضرب اسفين في ده ويضرب اسفين في ده. مناع للخير معتد اثيم، ما بيديش. هو دايما بقول لك ليه ايه ده، يقول لك البخيل اللي ما بيديش اللي ما بيدفعش، واقول لك الحقير. طب هو لمؤاخذه يعني الوليد بن المغيرة ما هو كان معروف في قومه يعني ان هو يعني ليه عزوته وليه سلطته، وهو ده سبب المشكله مع محمد. يعني عتل بيقولوا عليها المفسرين غليظ جاف، يعني ممكن تقول عليها arrogant، يعني ان هو يعني متكبر. بعد ذلك زنيم ابن زنا كده على البلاط. ربنا بينزل بيردح بمصطلحات الشوارع. انت مش عارف ايه ده، انت ابن كذا وكذا وكذا، بيشتم بالام حاجه يعني ايه مع عبد من عباده. المفروض ان دي مش خطيئه، يعني ممكن نقول ان هماز ولا شتام ان دي خطايا وبيعاقبوا عليها. لكن كونه ابن زنا مثلا ده لو صح الموضوع يبقى ايه؟ إذن الطفل اللي اتولد نتيجه علاقه غير شرعيه يشتموا ليه؟ بس هو المعايره. شوف انا هقول لك الحاجه، القران عامل في أجزاء كبيرة جدا منه زي قصيدة الجاهلية اللي هي دايما تبدأ بمدح قبيلة الشاعر وبعدين تخش تاني خطوة على طول في ذم القبيلة المعادية. هو كده يعني نحن بنو عبس، نحن اللي طلعنا الحجارة للهرم، احنا اللي طلعنا حجارة للقمر. يجي في البتاع بتاعي يقول لك اخسأ إليك كليبا إن مجاشعا وأبو الفوارس نهشل أخوة، يمدح قبيلته ويشتم التاني. القرآن انت خدها المدح والهجاء، المدح والهجاء المادتين دول. اقرا كتاب التاريخ
في المغرب ولا كتاب التاريخ في مصر هتلاقيه ماشي على نفس الوتيرة. إحنا اللي أنرنا البشرية، وإحنا اللي قدمنا لهم الطب والكيمياء والعلوم، وهم أولاد الكلب اللي جم مع غزونا والحملات الصليبية والاستعمار نفس العقلية نفس ماشي. العقلية ماشية من القصيدة الجاهلية للقرآن لكتاب التاريخ بتاعه. فإذا ده بيقول عليه ربنا بيشتم واحد يقول له أنت ابن علاقة غير شرعية، أنا سامحني ما قدرتش أقولها حتى، أن كان ذا مال وبنين. الكلب عنده فلوس أزمة. طب لو كنت أنت ربنا ما أنت اللي اديتهم. لا هو ربنا حي 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 غيران منه، هيغير على فلوسه إن كان ذا مال وبنون. آه إذا هو أقول لك الحاجتين اللي مش عند محمد، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول اللي قلت عليها. هي دي الأزمة بقى. أنت كل أول واحد راح حط البتاع دي. والقرآن لو أنت خدت بالك هتلاقيه يعني في باب من أبوابه هو باب الدفاعيات. طول عمالكوا ده وحيات العيش والملح ده ما أساطير الأولين. أقسم بالله ما أساطير الأولين يا جماعة. أقسم بالله من عند ربنا. طب حتى ده ربنا اللي بيقول في القرآن هو اللي عند ربنا، شايفين عايز يثبت ان هو من عند ربنا عن طريق ان هو يصدر لهم ان ده من عند ربنا. طب افترض انه واحد قال رأيه انه ده اساطير الاولين، تروح تشتمه؟ يعني لاحظ انه نفس المرض لسه مستمر لحد اليوم. يعني قول على القرآن حاجة وهتسمع كل ده عتل من بعد ذلك زنيم. لو انت تكلمت عن القرآن تسمع كل الشتائم على اليوتيوب. بص تحت الفيديو ده، بص تحته هتلاقي عتل بعد ذلك. هيقول لك انت سبتوا الاسلام عشان تفجروا وتعملوا اللي انتوا عايزينه وتنبسطوا بقى بالحريم والخمره والمش عارف المخدرات والحاجات دي كلها. طب ايه رايك نكمل في المره الجايه مع ايات مشابهه؟ وماله؟ طب نقول للناس اللي بيتفرجوا علينا ومش بيحبوش يعملوا بلاش شيء زني بلاش زنيم لو سمحت. لا ما نقدرش شيروا وما تقولوش أساطير الأولين وخلاص.